جهود حثيثة تبذلها الدولة منذ عام 2014 وحتى الآن من أجل تحقيق تنمية فارقة في سيناء. معركة التنمية في أرض الفيروز حملت الدولة على عاتقها أن تمثل عبوراً جديداً يتضمن كل مناحي الحياة. وبلغ حجم الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء فقط أكثر من 610 مليارات جنيه أنفقتها الدولة، وبلغت الزيادة في الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء أكثر من 15 ضعفاً، مسجلة 73 مليار و300 مليون جنيه عام 2022-2023 مقابل 4 مليارات و800 مليون جنيه عام 2013-2014. وعملت الدولة على تحقيق الربط الجغرافي والتنموي بين سيناء والوادي والدلتا عبر مجموعة من المحاور تمثل شرايين للتنمية، فضلاً عن الربط البري عبر إنشاء 5 أنفاق أسفل قناة السويس بجانب 7 كباري عائمة ومجموعة هائلة من شبكات الطرق التي تم تطويرها في سيناء والتي تتجاوز 3000 كيلومتر. جهود التنمية تضمنت كذلك ربط سيناء مع العالم من خلال إنشاء قناة السويس الجديدة وتطوير وإقامة العديد من الموانئ البحرية والجافة بجانب تطوير المطارات وإقامة عدد من المطارات الجديدة منها مطار البردويل الدولي، بينما سيتم الانتهاء من تطوير مطار سانت كاترين خلال الفترة القليلة المقبلة لخدمة حركة التنمية السياحية الهائلة التي تشهدها المنطقة، وبهدف تهيئة سيناء لاستيعاب زيادة السكانية التي تواجه مصر ولجذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة. شهد قطاع مياه الشرب تنفيذ 52 مشروعا على مستوى سيناء ومدن شرق القناة بتكلفة تجاوزت 15 مليار جنيه. أسهمت تلك المشاريع في زيادة نسبة تغطية مياه الشرب في سيناء من 84% في عام 2014 إلى 98% حاليا. كما تضم سيناء أكبر عدد من محطات تحلية مياه الشرب التي نفذتها الدولة من حيث العدد والحجم عبر تنفيذ 12 محطة تحلية سواء جديدة أو شهدت توسعات بإجمالي طاقة أكثر من نصف مليون متر مكعب في اليوم، فضلاً عن تنفيذ 25 مشروعاً بقطاع الصرف الصحي. وفي قطاع الكهرباء استطاعت الدولة إضافة نحو 420 ميجا وات للقدرات الكهربائية في سيناء بجانب أعمال التطوير لكل الشبكات والمحولات الموجودة، أبرزها مشروع محطات كهرباء شرم الشيخ وبورسعيد الذي بلغت تكلفة وحده 290 مليون دولار، حيث أصبح هناك اطمئنان لاستقرار الشبكة والتيار الكهربائي كأحد أهم المقومات للتنمية للمشروعات في سيناء. اهتمت الدولة بالتوسع في مشروعات الإسكان والمدن الجديدة، حيث أنشأت 17 تجمعاً تنموياً متكاملاً لأهالي سيناء يخدم الطبيعة الثقافية هناك، وتضم السكن والعمل والزراعة وأنشطة الاستصلاح وكافة الخدمات. ولعل مدينتي رفح الجديدة والإسماعيلية الجديدة تعكسان حجم الإنجاز المتحقق في ذلك القطاع. ولأن الإنسان هو الهدف والغاية في جهود التنمية التي تقودها الدولة، جاء الاهتمام بالتعليم على رأس أولويات التنمية في سيناء، حيث تم إنشاء وتطوير 151 مدرسة تعليم أساسي تقدم خدماتها التعليمية لأكثر من 168 ألف طالب. كما حظيت سيناء بعدد كبير من المدارس المتقدمة التي تقدم خدمة تعليمية مميزة مثل المدارس المصرية اليابانية وكذا مدارس التعليم الفني والمدارس الحرفية. وفي الإطار نفسه شهد التعليم الجامعي طفرة كبيرة، حيث أضافت الدولة 8 جامعات جديدة بواقع 3 جامعات حكومية وتكنولوجية و5 جامعات أهلية، وتعد كل جامعة منها بمثابة مركز تنموي ليس فقط على مستوى الجامعة ولكن حولها أيضا، حيث تخلق نطاقا تنمويا واسعا. وفيما يخص مجال الرعاية الصحية، أنشأت الدولة وطورت 50 مستشفى ومركزا صحيا في فترة وجيزة، وكذا تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي ليصبح أول مستشفى أخضر على مستوى الجمهورية عبر تطبيق كل معايير العمارة الخضراء. ويعد مشروع مزارع الفيروز السمكية أحد المشروعات العملاقة التي أقيمت في سيناء في إطار تنمية الثروة السمكية بطاقة إنتاجية كبيرة جدا،
تحقق جزءا من الاكتفاء الذاتي للدولة، بالإضافة للمزارع السمكية التي قامت بها هيئة قناة السويس في شرق القناة. جهود التنمية السياحية تمتد أيضا للعديد من المناطق في شبه جزيرة سيناء، مثل مشروع تطوير مدينة تور سيناء ومشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين الذي يتم تنفيذه في موقع يدرك الجميع عبقريته باعتباره الوحيد على وجه الكرة الأرضية الذي تجلى فيه المولى سبحانه وتعالى ويمتاز بخصوصية لدى مختلف الديانات. مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا لجهود كبيرة قامت بها الدولة على كل المستويات من أجل تحقيق تنمية شاملة وتعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة على أرض الفيروز. نشكر لكم طيب المتابعة.